واضح وايضا مدافع قوي، كره طويله ناحيه زيدي الراسيه والهدف الاول لمصلحه اللاعب بايزيد، راسيه من بايزيد يتمكن من فتح مجال التهديف لمصلحه اتحاد خنشله من كره طويله، بايزيد براسيه رائعه يتمكن من مباغه الحارس فراحي مختار ويفتح مجال التهديف. اول اهداف من اللاعب بايزيد بعد هذه الكره من اللاعب العايب، عايب يرفع كره وبايزيد يتالق ويتفوق على الدفاع ويتمكن من مباغه الحارس، يسبق المدافع لهذه الكره، يسبق سهل التهديف. اذا النتيجه تصبح هدف مقابل صفر لمصلحه اتحاد خنشله هنا بسطيف امام الفعاليه كانت حاضره من جانب الاتحاد في الشوط الثاني وعلى الاقل في الربع الساعه الاول من الشوط الثاني. كره مرفوعه الراسيه ما لحقش عليها، والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربه جزاء، الحكم يقول ضربه من هذه الركنيه. هنا هنا من كما نشاهد من ابراهيمي، من المدافع ابراهيمي، اللقطه معاده ابراهيمي امام امور فراحي، سامر وفراحي، سامر والهدف الثاني، سامر يتمكن من اضافه الهدف الثاني في الوقت البدل الضائع، واتحاد خنشله يحقق الفوز الرابع على التوالي ويسير الهجوميه على القوه الهجوميه ويمنح الهدف الثاني في المقابلة. ستستأنف المقابلة، النتيجة أصبحت هدفين مقابل صفر لمصلحة اتحاد خنشلة أمام وفاق سطيف. يتابع الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء في الوقت البدل الضائع من المقابلة. سموم كرته طويلة داخل منطقة العمليات والهدف، وهدف الوفاق. إذا الوفاق يقلص النتيجة عن طريق الاحتمالات بعدما تمكن الوفاق من تقليص النتيجة من أكزيز، تمكن هذه المرة من مباغة دفاع اتحاد خنشلة والحارس إبراهيمي ويقلص النتيجة ويبقي على الأمور كثير من الأمور مفتوحة. التشويق يبقى متواصل في مقابلة اليوم، كرة طويلة أمامية من عناصر اتحاد خنشلة ناحية فراحي، خروج فراحي يحط كرة على الأرض، ستكون